اهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صباح الخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. المهم البنات، اليوم خارجه غادي نمشي للصالون باش نصبغ شعري، لانه اللون اللي بغيت ندير ما بغيتش نديرو في الطرح، حيت بغيت نصبغ لي بوينت هما الاولين، عاد غيبقاو لي غاسيل من الفوق هما الاخرين، فهمتوا؟ حيت هاد اللون اللي باغا ندير غادي يخرج ليا بالزربه هنا، وانا معايا فايزه دايره لو نوار، غادي المهم غادي ما غيخرجش الا صبغته كامل، غيخرج هنا وهنا غيبقى معطل، ما غيخرجش شي واحد اللون اللي انا باغ. فداكشي علاش بغيت نمشي نقدر زعما نصبغ هكا راسي، ولكن غادي يعذبني. قلت غنمشي للصالون ونصبغ تمايا، المهم احسن باش من نصبغ وانا مرتاحه. المهم انا يلاه خرجت دابا غنمشي للصالون هنا حدا الدار. راكم عارفين، المهم كتكونوا عارفين الصباغه اللي باغي ديروا جايبينها معاكم، عارفين راسكم شنو غديروا، ماشي ضروري خاصكم تمشيو عند شي حد اللي يعطيكم شي معلومه ولا شي حاجه. بالمناسبه بالنسبه للوجوه اللي تعرضت لي في الفيديو ديال اللي حطيت لكم البارح، كثير الناس بزاف فين هو شعرك، وريتينا شلو كتكذبي كديري، ما عنديش علاش غنكذب واقيله ولا لا، حيت كون غنكذب ما غاديش نقولها لكم من الاول. وانا بغيت نوريكم شعري حتى نكملو، يعني حتى نكمل شعري في الصباغه وفي كل شيء، ماشي نبقى كل مره نوريكم حاجه. داكشي علاش بقى معطله، هذا هو السبب. صافي البنات، هادشي اللي كاين. شو غادي سخفت، والله سخفت. غنمشي نشوف دابا الصالون ونعاودو نتلاقاو من بعد. خليكم معايا تشوفي، ما تنساوش تديروا لي لايك وكومونتير زوين بحالكم، الله يخليكم عليا الغزالات. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوا على الفيديو ديال سهام، يمكن اثنين ولا هذا غنمشي ندير لكم فيديو ديال البيجامه الجديده، الكيل جديد كيل جديد. درت انا وسهام وقال اثنين ولا حد غنمشي نشوفو. ها ايوا صافي، المهم هانتوما معايا في الاخر. شوفوا شوفوا على بردكم طير. ساليت البنات، المهم يلاه خرجت غير دابا من الصالون، راكم عارفين هادشي ديال الصباغه كيشد الوقت، حيت صبغت لتحت هو الاول وعاد دابا صبغت الفوق. المهم غنمشي للدار ونوريكم كيفاش خرج ليا اللون. هو ما خرجش 100% كيف ما كنت باغا، ولكن المهم كاين واحد الانجاز، لان راكم عارفين الكحل صعيب باش يخرج فيه شي لون. المهم البنات كيف قلت لكم، يلاه سالينا دابا راه شحال الساعه؟ 8 ونص ياك، 8 ونص شحال؟ 9 من 6 حتى 9. ايوا صافي، المهم نمشيو للدار ونعاودو نتلاقاو ونوريكم اللون اللي دارت، نوريكم كلشي. خليكم معايا، ما تشوفينا ما تشوفين بيعين في هاد الليل فراسك سنين بافيت. انا ديالي نسيتها، كنقول شي حاجه ناقصاني هي، راه هي الكمامه باش من نهار يحيدوها علينا. ايوا صافي، هادشي اللي كاين. حنا دابا وصلنا حدا الدار، طلعوا نفرعوا ونتلاقاو الغزالات. المهم انا رجعت لكم، ما ديوش عليا الفيديو غير شويه مخربق، خليتكم البارح بالليل قلت لكم نطلع للدار نعاودو نتلاقاو، ما تلاقيناش لانه البنات كان بقى ليا اللون اللي صبغت به بقى ليا شاد ليا في الجلده ديال شعري ديال راسي، لانه راكم عارفين الالوان تيشدو هذا كيبقى شاد. فقلت ملي بغيت نصور معكم ونكمل معكم التصوير ما عجبنيش داك اللون اللي بقى ليا هكاك، قلت حتى الصباح نغسل وندوش وهذا ونكمل مع البنات التصوير. المهم انا يلاه دوشت البنات دابا
دابا جيت بغيت نقاد حالتي ونقاد وجهي ونقاد شعري ونكمل معكم اللوك، اولا كنوريكم الشكل كيفاش جاني. بالنسبه للصباغه البنات جاتني خرج ليا الفوق داكشي اللي بغيت، والتحت جا غامق شويه، ولكن ما بغيتش البنات ندير هذاك اللون على لون مفتوح اولا لون مسحوب كيف كنقولوا، يعني نسحب اللون عاد باش ندير الاحمر. انا ما بغيتش هذاك المسحوب لانه فايت ليا دايره. غنخلي لكم واحد الصوره هنا، فايت ليا دايرها البنات، وديك الساعه كان مازال شعري طويل وهذا، ودرت سحبت اللون وعاد باش درت هذاك الاحمر الاكاجو. ما عطاني زوين، ماشي عطاني زوين، ولكن ملي كيتغسل جوج غسلات ثلاثه كيبدا يطلع دائما هذاك اللون التحتاني مفتوح. فانا بغيت نحاول نخرج الاكاجو على شعري هكا، يعني كحل ماشي شهب. فهمتوني؟ غتكون فهمتوني اكيد بلا ما نطول عليكم. المهم دابا البنات غندوز لقاد حالتي، وها نتوما معايا. ما غاديش ندير معكم داك الشيء بالديتاي بالديتاي، غنخليكم مع الفيديو. المهم فرجه ممتعه، خليكم معايا. غندير دابا ليكرون ديالي ونعاودو نتلاقاو باش نكمل هذا. المهم اول حاجه البنات غندير ليكرون، صافي. انا كيف قلت لكم البنات غادي نخرج. البنات انا درت مكياج بالزربه، المهم كيف ما متعودين عليا دائما صافي. دابا غنمشي نقاد شعري ونعاود نتلاقى معاكم مع اللوك فينال اولا اللوك النهائي، فخليكم معايا وتشوفي. فوالا البنات شعري اخيرا لوك فينال. مهم انتوما قولوا لي كيفاش جاني، ما تنسيش دابا 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 تهبطي تخلي لي كومونتير سوا زوين سوا خايب، عجبك ما عجبكش، يعني قولوا لي الصراحه ديالكم. يعني ماشي تجاملوني اولا تقولوا لي جاك زوين غير باش انكم تخلوا لي كومونتير زوين، لا بالعكس. قولوا لي الصراحه شعري واش جاني زوين ولا لا. المهم انتوما بالنسبه للون ما بينش بتاتا في الكاميرا، ما عرفتش علاش. غنحاول نصور على برا ونخلي لكم شي صوره سوا هنا سوا في انستغرام باش تشوفوا. المهم هانتوما درتو البنات، خدمتو غير شويه هكا بابيليز من تحت، راه ما دايره لا بروشينغ لا حتى شي حاجه، وما ديوهاش البنات على هنا لانه واخا غسلتو ما تحيدش ليا 100%، مازال كان كثار من هكا عرفتو، كنشوف البارح راه كان بزاف. المهم مع الغسلات غادي يبدا يتحيد هادشي. شعري خرج ليا اللون اللي بغيت الصراحه، ما نكذبش عليكم البنات، هذيك الصباغه زوينه بزاف كتخرج اللون اللي كتشوفي في هذا في الكتالوج كيخرج لك اللون. هنايا شويه بقى ليا لتحت غامق، دابا انا كنهضر معاكم نتوما ما بين ليكم حتى شي فرق، ولكن غنحاول كيف قلت لكم نصور في الضوء بالنهار، يعني نشوف نحيد الاضاءه وهذا ونتصور باش يبان لكم الفرق. كيف قلت لكم البنات خرج ليا اللون هنايا، اللون البلاصه اللي ما فيهاش الكحل خرج ليا داك اللون اللي انا كنت باغا، ولتحت بقى ليا شويه خرج ليا فيه هذاك الموف او داك البوردو، وفي نفس الوقت فيه الغوفله ديال النواغ. فهمتوا؟ لان كيف كتعرفوا النواغ ما تحيدش بالزربه، وانا بغيت ندير الاكاجو فوق النواغ، ما بغيتش نديرو فوق شعري يعني الطبيعي، ما بغيتش نديرو فوق اللون مسحوب لانه ما غاديش يجي زوين، قلتها لكم من قبل. المهم هانتوما البنات قولوا لي التقطعه كيفاش جاتني، اللوك كيفاش جاني، المهم كيفاش جا معايا هادشي، واش جا زوين ولا لا هاد التغيير، واش
زعمت المهم صراحه زعمت انا مشيت عند امينه وقلت لها قطع لي، راه تصحابي غنقطع غير لي بوينت لانه كنت دائما كنمشي عندك تقطع لي غير لي بوينت وهذا، وكنت كنزعم قلت لها انا راه باغي نقطع يعني باغي ندير واحد التغيير جذري عرفتي. قالت لي واش متاكده؟ قلت لها اه صافي متاكده، لانه طلع لي كيف قلت لكم راسي في راسي ومبقيتش باغا المهم نغيرو عادي شعري، انا بالزربه من النوع اللي بالزربه شعري كيطوال واخا خفيف بالزربه كيطوال. المهم بالنسبه لواحد الحاجه بغيت نهضر معكم فيها بالزربه، بالنسبه للبنات اللي قالوا لي في الفيديو اللي فاش قطعت شعري شعرك خفيف بزاف، شعري البنات خفيف الطبيعي عادي، شعري انا خفيف غير باش تعرفوا. ودابا مؤخرا زاد طاح ليا من القدام بواحد لابيلول اللي كناخذها البنات لا علاقه، طيحت ليا شعري يعني لاحظت الفرق كبير من مورا فاش وليت كنديرها، شعري مابقاش كيتزقى من التساقط حتى حبسها هاد الشهر دابا اللي فات، وهاد الشهر الماجي ان شاء الله حتى هي ما غاديش نبقى ناخذها صافي يعني نهائيا، موافقتنيش مع شعري ما حتى شي حاجه. دابا كناخذ داك شامبوان راه بديت كنلاحظ عليه شويه شويه ديال شويه ديال انه شعري ما بقاش كيف ما كان كيطيح. ومهم شعري الطبيعه ديالو راه خفيف ورطب، دابا راه ما مصايباه ما والو البنات، دايره غير شويه ديال البابيلز من التحت، اما من الفوق راه ما مصايب ما والو. المهم انا اللي كاينه نقولها لكم شعري خفيف، غنقول لكم خفيف، انا اللي تيسالي معايا هو داك النوع اللي تكون شعرو تكون عنده شي حاجه ماشي هي هذيك وما تيعترفش بها. كاين واحد النوع يعني كتكون صايبه شعرك زوكا صايبه شعري، كتكون مثلا دايره الكيراتين او دايره البروتيين وتتنكر تقول لك انا ما دايره حتى شي حاجه. عادي البنات شوفوا شعري كندير فيه البروتيين كندير فيه الكيراتين كنصايبو ما كنصايبوش خفيف قوي، هذاك الشيء شي حاجه اللي فك ما يمكنلكش غادا تنقريها لانه هذاك الشيء كيبان كيبان يعني اي حاجه كتبان يعني خصوصا مادام انك كيشوفوك الناس كلشي كيبان فهمتوني. فداك الشيء علاش البنات قلت لكم دابا انا ان شاء الله غادي نخرج غادي نمشي ناخذ شي حاجات باغا ناخذهم شعري شي دواء شي تخربيقات، المهم غادي نبالي به ان شاء الله لانه حيت هذاك البيلي اللي قلت لكم. المهم بالنسبه لابيلي هي الكينه ديال الحماله البنات اللي غادي يسولوني. المهم شوفوا يدي ملي غسلت شعري راه باقا الحموره عندي في شعري شوفوا. المهم البنات هانتوما قولوا لي كيجاكم اللوك كيفاش جاني شعري كيتوجه معايا ولا لا، اي حاجه قولوا لي كيف قلت لكم خايبه زوينه كيف ما كانت قولوا لي الصراحه. المهم انا ما نكذبش عليكم البنات عجبني شعري بحال هكا، حسيت بيه عطاني واحد الحياه عطاني واحد الجو اخر، بدلت درت شويه ديال التغيير. المهم ماشي شويه ديال التغيير درت بزاف لانه عمرني في حياتي ملي عقلت على راسي يعني كنقدر انا ناخذ القرارات ديالي ماشي ماما اللي كتقطع عليا هذا. ريبت حفله وانا كان ما عمرني ما قطعت شعري، دائما شعري طويل دائما شعري طويل يعني شعري تخيل كان حتى لهنا، ولكن زعمت فيه مؤخرا كنت نقصه شويه ولكن دابا صافي ومازال البنات غنزيد نقص ما كذبش عليكم لانه عجبني هكا شعري وهذا حسيت بيه عطاني شويه ديال عطاني فوليوم بزاف ماشي غير شويه. هانتوما كيف كتشوفوا عرفت ورا قبل ما كتب لي كاس كنبغي نصايب بابيليز ولا هذا راه ما كيمكنش ما يمكنش يبقى لي بحال هكا حتى دقيقه دغيا كيهبط لانه الشعر كان فيه الطول وصافي. المهم بالنسبه لهذا التقطيعه راه فيها الناس ما هي ديك غادي ما هي ايفيلي ما هي المهم التقطيعه ديال الناس اللي عندهم شعرهم باغي الفوليوم. انايا قلت الامينه داكشي اللي بغيت وهي فهمتني هادشي باش كتعجبني وصراحه كتقطع زوين 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 بزاف. وحتى البنت اللي صبغات لي شعري تحيه ليها من هنايا عند الصالون البنات هنايا هنايا في القدس البنات سميتها اميره دبي كتصايب زوين 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 بزاف. واحد البنت ظريفه 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 الله يعمرها دار اللي كانت كتشوف هذا الفيديو راه غادي تعرفني علاش هضره. المهم هادشي اللي كاين البنات هانتوما كيف كتشوفوا هادشي اللي كاين هادشي اللي خزنت عليكم شحال نتوما كتقولوا لي صافي بركه ديري قولي لي. المهم تلاحظوا انني ما لحقتش لكم فيديو البارح باش ما نلوحش لكم شي فيديو اخر، بغيت صافي بركه قلت يعني ما يمكنش نبقى نلوح شي فيديو اخر غادي يسحبوني كيف قالوا بزاف ديال الناس انك كتكذبي ولا كتفلاي ولا هذا ما كنكذب ما والو البنات راه انا ما بغيت نكمل معكم الفيديو حتى تشوفوا كل شيء حتى الاخر. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم قولوا لي وخليوا لي لتحت في لي كومونتير اي حاجه كانت غنبغي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم كنحماق عليكم. شكرا شكرا لكم على الدعوات ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم الزوينين وعلى اي حاجه زوينه كتخليوا لي، ما تنساونيش من لايك وكومونتير زوين او لا خايب او لا كيف ما كان اي حاجه كانت خليوها ليا لتحت. المهم والله العظيم البنات حتى كنهضر معكم من القلب زعما ماشي غنتقلق ولا شي حاجه، قولوا لي الصراحه نتوما الراي ديالكم كيفاش شنو بان لكم وصافي. المهم هادشي اللي كاين غنبغي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم كنحماق عليكم شكرا لكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. سلامه.